أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم معنا عبر شاشة قناة الشارقة الرياضية، والتي نسعى جاهدين أن نقدم لكم من خلالها كل ما هو جديد من أخبار أنديتنا ومعسكراتها التحضيرية مع الاقتراب أكثر من ضربة بداية الموسم الرياضي الجديد 2015-2016. نطل عليكم من خلال برنامج ميركاتو المتخصص في شؤون التعاقدات والصفقات المرتقبة لأندية دوري المحترفين، كما أننا سنغطي أيضا أخبار أندية الهواء في هذا السوق. قبل البداية أسعدني مشاهدينا الكرام أن أرحب بضيوفي في الاستديو لهذا المساء، كل من الكابتن القدير ولاعب منتخبنا الوطني السابق ونادي الشارقة والمدرب الحالي الكابتن عبد الرحمن الحداد. بعوف مساء عليك بالخير. مساك الله بالخير. الله يسلم كذلك. والمدرب المصري المميز دائما الكابتن أيمن الرمادي. كابتن أيمن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، كل سنة وحضرتكم طيبين. وأنت طيب إن شاء الله. ونبدأ إن شاء الله موسم جديد ومميز. وكذلك أحباء الكرام، ينضم لنا عبر الأقمار الصناعية من ألمانيا الكابتن فيصل اليافعي مدير فريق الشعب لكرة القدم للحديث كذلك عن معسكر فريق الشعب. الميركاتو كعادته لم يبخل على مرتاديه بالصفقات المدوية خلال الصيف الحالي، ولكن تبقى هناك ميزة استثنائية لهذا العام متمثلة في القيمة الفنية المتوقع أن تضيفها تعاقدات أندية دوري المحترفين إلى المسابقة. نستعرض معكم أبرز الأسماء الوافدة إلى دورينا. قبل أن نبدأ الحوار مع ضيوفنا هنا في الاستديو، كذلك ينضم إلينا عبر الهاتف السيد خالد الزرعوني وسيط أو وكيل لاعبين. سيد خالد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ طيب؟ خير ربي يعافيك. الله يسلمك إن شاء الله، ودائما تكون طيب. دائما وكلاء اللاعبين أو وسطاء اللاعبين هم البارزين يعني قبل بداية الموسم. والله يا طويل العمر احنا عندنا فترتين. هي. اللي هي فترة انتقالات صيفية وشتوية. نعم. طبعا هذا الأندية في المعسكرات وعندهم بعد فترة المعسكرات ويشتغلون في فترة صيفية لانتدابات اللاعبين. نعم. طبعا هذه فترتنا تكون طبعا، واحنا طبعا كنا نحاول نكون يد وحدة وكل المصلحة للصغر الإماراتية. نعم. خالد إذا بتكلم يمكن عن الميركاتو الصيفي مشتعل، وأبرز ما يميزه هذا العام هو منافسة أنديتنا لبعض الأندية اللي نقدر نقولها الأندية العالمية من خلال استقطاب بعض اللاعبين. نعم، أنت تلاحظ الأندية اللي قامت تعاقدات فيها أسماء بارزة. نعم. ولكن إذا نتكلم بشكل عام الأسماء الموجودة أعمار شوي متقدمة، عرفت يعني 30 سنة 31 سنة. هي بس هذا مو شيء جديد يعني في دورينا، يعني يعني ما أذكر أنا في دورينا يا أبونا لاعب عالمي عمره 22 سنة. لا لاعب العالمي عمره 22 سنة 23 سنة ما راح يقدر. هي أقول لك يعني، فأنا أقول لك ما في شيء جديد يعني صار في دورينا إلا الأسماء الكبيرة أشوفها زادت. شوف المنافسة موجودة ما بين في الاستقطابات هذه. نعم. كل نادي يحاول يقوي خطوطه باسماء بارزه في الوقت الحالي. قبل احنا كنا نعتمد اعتماد كان الاحتراف في البدايه شوي صعب نجيب لاعب بارز في البدايه. نعم. دخلنا في الاحتراف ودخلنا في الامور هذه وبدينا ننافس الانديه الاوروبيه بالامثله واضحه يعني. انت لو تلاحظ مثلا النادي الاهلي استقطب اللي هو روبيرو
مع منافسة نادي الميلان. نعم. عندك اللجان موجودين في نادي الجزيرة، فوزنيتش أخذ الدور الإيطالي مع نادي اليوفي، ومن أبرز الصفقات اللي استخدمها نادي الجزيرة. ولكن الحالة هذه بس مش في دورينا ترى على فترة، لأن الحالة هذه موجودة حتى حاليا في الدوري السعودي مع نادي الاتحاد السعودي. نعم. بمفاوضات مونتاري حاليا، هم سمعنا يتفاوضون مع موندا لاعب الميلان، كانوا يحاولون استقطاب بواتينغ ولكن رفض الأخير اللاعب، فضل الاستمرار في ألمانيا. جميل. خالد اذا بتكلم ممكن موجوده في 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 حاليا في الدوري الاماراتي والدوري السعودي، وطبعا الدوري القطري طبعا الميزانيه عندهم كبيره. نعم. خالد عفوا بس اذا اتكلم يمكن عن من الناحيه الاقتصاديه، ما زالت الفجوه كبيره بين كلفه الدوري والعائد المالي. اذا اتكلم يعني اليوم انت تجيب ما شاء الله اسماء كبيره، لاعبين مميزين معروفين على مستوى العالم، لكن العائد المالي اللي ممكن انت كذلك يكون لموازنات الانديه يعني قليله جدا. شوف المشكله اللي عندنا هنا في الامارات هي بعد مشكله تسويقيه. يعني احنا نتكلم عن الفجوه هذه مثلا هي موجوده على مستوى اوروبا، ولكن التغطيه تكون شامله هناك من ناحيه تسويقيه، بيع القمصان، حضور الجمهور للمدرجات، امور تسويقيه. نعم. فاحنا عندنا هنا المشكله مشكله تسويقيه. اوكي انا استقطب لاعب بمبلغ وغدره مثلا 7 مليون يورو 8 مليون يورو، ولكن ما اقدر اعوض المبلغ هذا من ناحيه تسويقيه. المفروض يكون في تسويق، في اشتراكات موسميه عن طريق الجماهير اللي تدعم النادي، الرعاة، في فرق. يعني انا لما اتكلم احس على مستوى الخليج، ولكن حاليا تقريبا كنت السعوديه وقطر شويه من ناحيه الرعايه بدات تغطي احتياجاتها عن طريق الرعاة. احنا بدورينا للاسف يعني تقرض لعيبه بمبالغ كثيره، والانتقالات الشتويه بعد يبدلون اللعيبه بمبالغ كبيره، ولكن ما في تعويض للمبالغ هذه اللي تصرف. جميل، واضح جدا. أنا أشكرك جزيل الشكر كابتن خالد زرعوني وسيط لاعبين على هذا التواصل. أرجع لي ضيوفنا الكرام في الاستديو، الكابتن عبد الرحمن الحداد والكابتن أيمن الرمادي. بعوف أبدأ من عندك، دائما أو في كل موسم خلنا نقول قبل بداية الموسم نشوف الصفقات تشتعل بين أسماء كبيرة وبين صفقات كذلك يعني ما يتوفقون فيها الأندية. طبعا يعني في كل موسم نلاحظ ان الصفقات دائما تتطور للافضل، ونلاحظ يعني خاصة الموسم هذا لاحظنا صفقات يعني بالفعل يعني صفقات كبيره جدا، نجوم طبعا هدفها بطوله بالنسبه لاي فريق، اي فريق كان، سواء يعني الفرق اللي استقطبت لاعبين على مستوى عالي يعني مثل فريق الجزيره استقطب لاعب فاربان، اعتقد ان اللاعبين المميزين على مستوى يعني يعني العالمي بشكل يعني اقل مستوى من النجوم الكبار. لكن البقيه اعتقد الفرق اللي استقطبت بشكل جيد، طبعا هي الجزيره والاهلي، وطبعا هدف الاستقطاب النجوم بهذا الشكل وبهذه المبالغ الكبيره، طبعا هدف الانديه هي البطوله مهما كانت، وخاصه الجزيره والاهلي والعين. ذكر يمكن نقطه كذلك خالد الزرعوني، قال ان اغلب اللاعبين ممكن عندنا اللي يجون العالميين اليوم من برا كبار في السن. بعوف هو طبعا يعني بالفعل يعني السن يمكن هذا السن مميز بالنسبه لدورينا، لان وخاصه من نجوم على مستوى عالي. لاحظنا الان احنا فوزنيتش مهاجم الجزيره اعتقد اخذ هداف البطوله. نعم. وكان من افضل المهاجمين اعتقد سنه ايضا في هذا السن. اعتقد السن بالنسبه للاعب الاجنبي اعتقد ما بيسوي مشكله كبيره يعني، وخاصه في سن الثلاثين تقصد سن نضوج يعني هذا في يعني، لكن العكس اذا كان لاعب مواطن يمكن. جميل. المستوى اقل بيكون. جميل. كابتن ايمن فنيا
شو اللي ممكن يضيفونه اللاعبين العالميين اللي نحن نشوف أسمائهم حتى الآن ويكونوا متواجدين في الموسم من خلال تواجدهم في دورينا؟ لا، الحقيقة أن فنيا ممكن يضيفوا حاجات كتيرة، ممكن ينقلوا خبرات خططية، سلوكيات تأثر في الناحية البدنية، أفكار تخلي الناحية الذهنية عالية جدا. لكن المشكلة عندنا الحقيقة، وخصوصا وفي كل الدول العربية، ان اللاعب الاجنبي لما بيجي بيبقى عنده افكار كبيرة جدا المفروض ان هو ينقلها لنا، لكن للأسف في بعض الاحيان بتتنقل له افكارنا احنا السلبية. يعني هو متعود هناك على في بعض الاحيان على نظام اليوم الكامل مثلا، بيجي هنا يلاقي لاعب مثلا في بعض الاندية مش متفرغ، فلاعب جاي بس على تدريب اخر النهار وهو بيداوم الصبح مثلا. نعم. فتلاقي شوية شوية اللاعب ده اكتسب حاجات سلبية في كرة القدم اكتر ما نقل لنا خبرات ايجابية. يعني انا برضو من الحاجات اللي بستغرب لها ان احنا اللعيبة هناك عندها نظام اليوم الكامل، واحنا عندنا اندية كبيرة جدا تقدر تعمل ده، مش لازم كل يوم. نعم. لكن على الاقل مرتين ثلاث مرات في الاسبوع، فنحسس اللاعب ده ان احنا برضو اندية محترفة. انا ما شفتش هنا ولا نادي بيطبق نظام اليوم الكامل للاعب الكورة. بعض الاحيان اللاعب المحترف نفسه بيسمع وبيقول انا عندي زميل ليا بيداوم الصبح شغال في دوام وبيجي اخر النهار يلعب معايا مباراة او يلعب معايا تدريب، ده طبعا مش موجود في العالم كله. نعم. ما هو يا اما احتراف كامل، مفيش حاجة اسمها نص احتراف، فممكن نستفاد منهم استفادة كبيرة، لكن احنا كمان لازم نسعى لان احنا نكتسب منهم خبرات ايجابية، مش نكسبهم حاجات سلبية موجودة في كرة القدم العربية، مش بتكلم على الاماراتية. نعم. الحقيقة في بعض اللعيبة نقلوا نقلات كبيرة جدا هنا، زي اللاعب بتاع الجزيرة من فترة طويلة، الجورجوية، نقل خبرات ممتازة لعيبة الجزيرة واستفادوا منه استفادة كبيرة. في لعيبة كتيرة استفادت منها الاندية من خبراتها. نعم. وفي لعيبة كانوا جايين يفيدوا الاندية ولكن تأثروا تأثر كبير بالعمل السلبي في الأندية. يعني ممكن أنت تأخذها من ناحية إيجابية وفي نفس الوقت في ناحية سلبية لهم كابتن أيمن. لا، مش سلبية ليهم، هم معذورين، هو اللاعب الأجنبي ممكن يفيدك. نعم. لكن هو المشكلة في النظام اللي محطوطه في استراتيجية العمل اللي بتتحط في الأندية، لازم تواكب الاحتراف بصورة كبيرة عشان تقدر تستفاد من خبرات اللاعب الأجنبي وما تنقلوش أفكار سلبية تخليه يتأثر بيها، تيجي في نهاية الموسم تلاقيه متشبع بهذه الأفكار والحاجات اللي هو كان بيعملها في عالم الاحتراف الحقيقي نسيها هنا. جميل. بعوف إذا بتكلم يمكن عن التنوع في المراكز اللي نشوف فيها الأندية تستقطب لاعبين، يعني نحن متعودين غالبا في الهجوم، وما زال يمكن المركز اللي هو في الهجوم هو الأكثر طلبا، لكن شوف فيه تنوع، في مدافعين أجانب محترفين، في كذلك في خط الوسط. وطبعا يعني أصبح الفهم بالنسبة للاستقطاب والفهم بالنسبة لاختيار اللاعبين يعني أفضل عن السابق، يعني العام شاهدنا أيضا مستوى جيد بالنسبة للفرق جميعا، يعني بوجود مدربين جيدين. أعتقد أن الاختيارات أصبحت أفضل، وخاصة في عملية يعني اختيار اللاعبين في الأماكن المهمة بالنسبة للفريق. أنا أعتقد أن المدربين لهم دور كبير في عملية الاختيار وفي عملية يعني اختيار اللاعبين المميزين في الأماكن اللي هم يحتاجونها من خلال يعني البطولة. نعم. جميل. إذن البداية مع الكوماندوز، فريق الشعب الذي أقام معسكره الإعدادي في ألمانيا، كيف كانت الأجواء خلال الفترة من 17 من يوليو الماضي وحتى 8 من أغسطس الجاري؟ نتعرف على ذلك من خلال التقرير التالي. هكذا تبدو أجواء المعسكر الخارجي لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشعب. فمنذ وصولها إلى مدينة روزنبرغ الألمانية في 17 من يوليو الماضي، تسود الروح الإيجابية والدافعية العالية أوساط اللاعبين الذين بالكاد بدأوا يتعرفون على فكر مدربهم الجديد السيد طارق العشري. فرقة كوماندوز وبحسب خطة المعسكر خاضوا حتى اليوم 5 تجارب، كان آخرها فوزهم العريض على فريق بانك موست التشيكي وبخمسة أهداف دون مقابل. أظهر الفريق خلال المباراة العديد من النقاط الإيجابية التي اكتسبها خلال المعسكر،
والجمل التكتيكية التي كان المدرب المصري حريصا على أن يستوعبها اللاعبون القدامى والأسماء الجديدة التي التحقت بالفريق هذا الصيف. سيراهن الشعب على مجموعة اللاعبين الجدد الذين تمكن من التعاقد معهم مبكرا، بالإضافة إلى الأسماء التي اعتاد على وجودها منذ الهبوط إلى مصاف دور الدرجة الأولى الموسم قبل الماضي، وهي وضعية قد تمنح الأفضلية لرجال العشري بحكم المطبات التي اجتازها الفريق والتي كادت تحرمهم العودة مرة أخرى إلى دور الخليج العربي. يبقى أمام الكوماندوز الوضوح في أهدافه خلال الموسم الجديد ومعرفة خصومه والكيفية التي سيواجه بها تحديات دوري الخليج العربي، فالمعطيات دائما تختلف ما بين انطلاقة الموسم وما ستكون عليه الأمور في منتصف الطريق قبل الحصاد الكبير من النقاط في نهاية المطاف. إذن مشاهدينا الكرام نعود إليكم من جديد بعد مشاهدة هذا التقرير، وارجع للكابتن أيمن الرمادي. كابتن أيمن، أظن أنت لك حالة خاصة مع الشعب وعلاقة طيبة، لكن قبل لا أتكلم عن هذه العلاقة، الصورة من الصورة اللي أنت شفتها الآن على الشاشة والأجواء اللي شفناها من خلال التقرير، كيف تشوف؟ لا الحقيقة الصورة يعني صعب الحكم عليها بصورة جلية، لكنها طبعا أعتقد يمكن شوية، أعتقد ده ملعب فرعي اللي هو بيتمرن عليه، ما اعتقدش ان هو ملعب رئيسي، ما اعرفش انا الاجواء هناك ازاي، لكن الملعب يمكن التقرير جايب ملعب، ما اعتقدش ان هو ملعب يعني ينفع كتير لفرق دوري المحترفين يمكن، لكن جايز ان ده ملعب فرعي او ملعب فيه تدريب معين. مش اذا كان ملعب فرعي ولا مش فرعي ترى هم يتمرنون فيه. صحيح، لكن لا اقصد اقول لك يمكن عندهم بدائل اكتر من كده، لان يعني الاجواء بتاعت الملعب، شوف يعني اعتقد ان الاجواء يمكن شويه، ما اعرفش أرضية الملعب حتى واضح ان هي مش على ما يرام يعني، لكن دي مش قضية كبيرة، القضية الكبيرة هي الشعب وتجمعه واستراتيجية عمله والفترة اللي هو اشتغلها، هل هو استعداده قوي، هم اللي يقدروا يحسبوها، احنا ما نقدرش نحكم الا مع ضربة البداية ونشوف المستوى الحقيقي للفريق. الفريق السنة اللي فاتت الحقيقة كان من الفرق اللي عنده اسماء ممتازة، وكان يعني من الفرق اللي لو السنه اللي فاتت موجود في دوري المحترفين كان ممكن يبقى موجود باسماء تقيله يعني، كان ممكن يبقى موجود في منطقه جيده في دوري المحترفين، لكن السنه دي اعتقد ان هم يمكن على ما سمعت ان هم واجهوا بعض الصعوبات في تجميع الفريق من البدايه. كيف؟ اعتقد ان في بدايه الموسم ما كانش العدد مكتمل بصوره كامله، كان يمكن الـ الـ الاجواء في تجهيز الفريق او بدايه الانطلاقه هنا في التدريبات اللي في الامارات يمكن ما كانتش مكتمله، لكن دي مش قضيه كبيره على فكره، ممكن فريق كابتن اذا الملعب مش قضيه كبيره، اذا اكتمال اللاعبين مش قضيه كبيره، شو القضيه؟ القضيه ان احنا نعالج الاخطاء او نعرف ان احنا عندنا بعض السلبيات اللي حصلت في الفتره اللي فاتت فنعالجها، لكن هم الحقيقه هم طبعا اداراتهم اشتغلت سنين كتيره في الكوره ويقدروا يقيموا الموقف بصوره عامه، واعتقد ان هم يقدروا يقفوا على الخلل بصوره سريعه ويعالجوه، لكن متهيألي ان هم قبل ما يسيروا المعسكر، قبل ما يسافروا المعسكر لموا نفسهم اعتقد، والامور تجمعت بصوره افضل، واتمنى ان هم يستفادوا استفاده قصوى من المعسكر. جميل. فيصل اليافعي مدير فريق الشعب لكره القدم طبعا ينضم لنا من المانيا عبر الاقمار الصناعيه. مساء الخير فيصل. مساء الخير احمد سلطان اخوي، اشكرك واشكر استضافتك واشكر الكابتن ايمن الرمادي والموجودين معك في الاستوديو. الله يسلمك. ضيفنا الثاني طبعا الكابتن عبد الرحمن الحداد، لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقه. غني عن التعريف بعوف طبعا. الله يسلمك ان شاء الله. هلا الكابتن عبد الرحمن. الله يسلمك. كابتن فيصل ابدا معك، اتكلم عن انطباعات في البدايه الكابتن المدرب الجديد كذلك على فريق الشعب الكابتن طارق العشري عن الفريق بشكل عام من خلال المعسكر الخارجي الحالي اللي انتم فيه في المانيا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن بدينا الاستعداد تاريخ 28/6 لغاية 16/5 كان التجمع داخلي في نادي الشعب في إمارة الشارقة، ثم انتقلنا إلى المعسكر الخارجي من تاريخ 19
7 ولغاية 8 راح نكون في المعسكر الخارجي في ألمانيا. بنلعب خلال المعسكر 4 مباريات، لعبنا منهم 3 وباقي لنا مباراة متبقية مع النصر السعودي اللي هي المباراة اللي نعتبرها نحن تكون الأخيرة يعني للفريق. هذا بالنسبة للمعسكر الحالي. وبعد ما نرجع من المعسكر عندنا مباراة ودية في تاريخ 14/8. جميل كابتن فيصل، للدوري إن شاء الله. كابتن فيصل ذكر الكابتن أيمن رمادي أن الفريق ما كان مكتمل قبل الذهاب للمعسكر، كيف قدرتوا تحلون هذه المشكلة بما أنها هي فنية بوجهة نظرة كذلك يعني لابد أنها تعالج؟ إذا كان يقصد اللاعب الرابع فاللاعب الرابع إن شاء الله يعني في خيارات كثيرة قدام الكابتن طارق العشري، والحقيقة ياسي يتأنى يعني في اختيار اللاعب على أساس أنه ما نستعجل ومن ثم نضطر نحن نغير اللاعب. هذا اللاعب راح يكون لاعب ذو قيمة كبيرة يعني اللاعب اللي بيكون لاعب الارتكاز، بيكون في لاعب ارتكاز اللاعب الأسيوي كابتن فيصل. لا اخوي احمد سلطان اللاعب الاسيوي هو البرازيلي. نعم. مدافع نعم موجود برازيلي عند تيمور الشرقية. تيمور الشرقية وعندنا صحيح. المهاجم التشيلي نعم وعند مهاجم وعندنا المهاجم التشيلي دونوسو ماتيوس وعندنا ميشيل، باقي لنا بس المركز اللي هو مركز الارتكاز. في عدة خيارات امام المدرب هو جالس يختار الافضل ونحن نفضل انه يتأنى وخلال الاسبوع القادم ان شاء الله راح يكون موجود مع الفريق. ليش التأخير بس كابتن فيصل في التعاقد بما انه يمكن نحن ضربة البداية بتكون اقل عن اسبوعين في الموسم؟ والله الاختيار ما نبغي نستعجل فيه يعني نحن اخترنا 2 من احسن ما يكون، المدافع البرازيلي كان يلعب في تراكتر الايراني يحمل جنسية تيمور الشرقية يعتبر مكسب لانه يعتبر لاعب اسيوي، والتشيلي هداف الدوري التشيلي دونوسو ماتيوس دونوسو كان يلعب في المنتخب التشيلي، فما حتى اللاعب الثالث ما نبغي يقل عنهم على اساس ان نحن نمشي بشكل ممتاز في الدوري. جميل، إذا نتكلم عن الانسجام، كيف الانسجام انسجام المجموعة اللي موجودة من ناحية إذا نتكلم اللاعبين الأجانب وكذلك المواطنين اللي موجودين وخاصة اللي انضموا متأخرا في المعسكر؟ أبو سلطان طبعا أنت تعرف من أهداف المعسكر الهدف الأول رفع معدلات اللياقة، الهدف الثاني يأتي الانسجام، والهدف الثالث يأتي تنفيذ الخطة اللي راح تلعب فيها الموسم كامل. فالانسجام الكابتن طارق العشري يعني ما بمدح فيه، أنا يحمل كاريزما رياضية جيدة يالس يعمل توليفة وتجانس بين اللاعبين حتى من بعد التمرين داخل التمرين. شوف اللاعبين الأساسيين واللاعبين الاحتياطيين يحبون الكابتن طارق العشري ويحبون أسلوبه، فيالس يجذب اللعيبة وعامل جو انسجام بينهم داخل الملعب وخارج الملعب. جميل جميل كابتن فيصل. إذن كابتن فيصل اليافعي من ألمانيا مدير فريق الشعب يبقى معنا. أبو عوف يمكن أنا أعقب على نقطة قالها، الانسجام بين المدرب وبين اللاعبين وكذلك المحترفين اللي موجودين بشكل طيب حسب ما ذكر الكابتن فيصل. طبعا يعني نجاح أي فريق يعني يعتمد أيضا على انسجام المدرب مع اللاعبين ويعتمد أيضا على حب اللاعبين للمدرب. أيضا هذا شيء جيد وهذا كلام طيب بالنسبة للمدير، لكن أنا أعتقد أيضا يعني يحتاجون أكثر يعني انسجام من خلال العمل الفني في الملعب. يعني الانسجام بين المدرب واللاعب ما يكفي، طبعا أيضا الانسجام داخل الملعب ممكن هذا يتم تقييمه من خلال المباريات. طبعا يعني هاي بداية موسم وطبعا ما نقدر نحكم على فريق الشعب أو على المدرب من خلال بداية الموسم، لكن من خلال الموسم أو بداية الموسم بنعرف يعني مدى تطور فريق الشعب، مدى تحسن مستوى فريق الشعب، لأن العام كان في دوري أقل مستوى من دوري المحترفين. أعتقد دوري المحترفين يحتاج فريق قوي، يحتاج فريق متميز يعني متطور في الأمور، مثل ما ذكر أيضا أن الفريق يعني يعمل على اللياقة البدنية اللي هو يتفضل فيها. صحيح يعني أي فريق يعني بداية الموسم يبدأ بالإعداد البدني بشكل قوي يعني أعتقد أنه، لكن يعني ممكن المباريات اللي يلعبها فريق الشعب أو بيلعبها من خلال المعسكر
اعتقد قليله جدا، اربع مباريات مع فرق مستوياتها ايضا يعني غير معروفه، ممكن ذكر هو النصر السعودي اعتقد انه ايضا مستوى جيد، لكن الفرق للحين ما لعبوا مع النصرهم، لكن يعني في مباراه كذلك متفق، اعتقد يعني يحتاج مباريات اكثر، يحتاج يعني المعسكر يعني يحتاج اكثر يعني قوه من خلال المباريات اللي بيلعبها مع فرق قويه، لكن طبعا الفرق اللي بيلعبها فرق اقل مستوى مثل ما احنا تكلمنا، لكن فريق النصر السعودي ممكن هو اللي يفيد الفريق من خلال نهايه المعسكر. جميل، نشوف الفرق اللي كذلك لعب فريق الشعب معهم. نرجع نتكلم عن يمكن الفرق اللي واجهها فريق الشعب، أتكلم عن فريق بايرن ميونخ. البعض يتحرى أو يتوقع بأن الفريق هذا فريق الرديف، لكن هو فريق الرديف الثاني طبعا لبايرن ميونخ. الحقيقة يعني صعب أن أنت تلعب في بايرن ميونخ في وقت هو اقترب من الدوري كتير، الفريق الاول او الفريق الثاني اللي هم البدلاء يعني، لكن في كل بكل المقاييس حتى لو الفريق الثالث فهو على الاقل هيبقى فريق نظامي، مش هيبقى من الفرق اللي هي اللي هي درجه 5 و6. اعتقد ان هي ممكن تكون تجربه جيده حتى لو مع الفريق الثالث، لان هتلاقي فيهم شباب وفيهم حيويه وفيهم جري ومباراه مهمه جدا. واهم حاجه انت ذكرتها يمكن ان الفريق يكون منظم مهما كان قوه الفريق. بالظبط، هو اهم حاجه ان انت الهدف من المباراه الاولى او الثانيه او مجموعه المباريات الاولى هي الاستمرار في رفع معدلات اللياقه البدنيه وتثبيت العمل الخططي واسلوب اللعب والستايل بتاع اللعب، مجموعه حاجات بعيدا عن يعني ان يكون فريق ممكن ان يلعب فريق يكون هو واكسب 5-6 ما لهاش قيمه كبيره يعني، لكن المهم ان هو يكون فريق نظامي حيوي يقدر يبادلني قوه بقوه. الحقيقه هم اللي يقدروا يحكموا هل الفريق ده كان قوي ولا متوسط ولا ضعيف. فيصل ما زال طبعا معانا، ونذهب لمعسكر الشعب في المانيا. كابتن فيصل، يمكن اتكلم عن المستوى، مستويات الفرق اللي انتم لعبتوا معاهم، هذه نقطه. والنقطه الثانيه كذلك ابغى اتكلم عن يعني في الوقت الحالي بعد ما انت ذكرت ان في انسجام، يفترض ان تكون معالم التشكيله الاساسيه واضحه يعني بعد ممكن ايام قليله تكون من نهايه المعسكر قبل انطلاق الموسم. بالضبط مثل ما تفضلت، نحن بدينا المباراة الأولى مع بايرن ميونخ الصف الثالث، لكن كان فريق قوي ومنظم، فريق يلعب بأسلوب الضغط على حامل الكرة، واستفدنا من المباراة استفادة كبيرة كونها كانت المباراة الأولى. المباراة الثانية لعبناها مع ريزنبرغ كان فريق من ضمن الدرجة الثانية، لكن السنة هذه نزل للدرجة الثالثة، ولكن أيضا فريق منظم وفريق قوي. الفرق الألمانية تتميز بالقوة البنيانية، البنية القوية اللي تحملونها الألمان، طوال والالتحامات القوية، هاي استفادة بالنسبة للعيبتنا. المباراة الثالثة لعبناها مع فريق تشيكي، فريق كان منظم ولكن كان نسبة ما متواضع للنتيجة اللي فزنا فيها 5، بس لكن كان يعني ما كان الفريق سيء، كان منظم الفريق التشيكي. والمباراة الأخيرة هي المباراة اللي راح تكون مع النصر السعودي، هي المباراة الأقوى اللي راح نلعبها من ضمن المعسكر، ولكن نحن نلعب أيضا بالصف الثاني. التشكيلة حاليا تقريبا عند المدرب واضحة، التشكيل الصف الأساسي دائما نلعب المباراة اليوم الأول نلعب بالصف الأساسي، اليوم الثاني يلعب بالفريق اللي ما لعب اليوم الأول. فنحن لعبنا في المعسكر 8 مباريات، يعني بنلعب خلال ما ننتهي من المعسكر 8 مباريات، 4 للفرق الفريق الاساسي الاول وللصف الثاني، بحيث ان الجميع يكون ماخذ فرصته في المباريات. نعم،
كابتن فيصل إذا تكلم عن أهم المخرجات أو كذلك الأشياء اللي كشفك من خلال هذه المباريات الكابتن طارق العشري. طبعا المكتسبات كثيرة، الكابتن حط التشكيلة تقريبا الآن يعني اللي بيلعب فيها مباراة بنياس هي مرسومة عنده وواضحة بالنسبة لنا نحن كإداريين لوحة نحن جالسين برا نعرف الكابتن شو اللي ياس يفكر فيه واللعيب اللي هم جاهزين عنده الآن حق المباراة الأولى، فالجالس يشتغل على التنظيم بينهم والانسجام بين المجموعة الأولى ويركز على المجموعة بحيث أن هذه المجموعة اللي راح تبدأ المباراة الأولى. جميل، إذا تكلم عن يمكن شخصية الفريق هل بدت واضحة لكم أنتم كإداريين أو كذلك الجهاز الفني بقيادة الكابتن طارق العشري؟ نعم ولله الحمد التشكيلة واضحة والإصرار واضح وطريقة الأسلوب اللعب اللي راح يلعب فيه المباراة الأولى واضحة بالنسبة لنا وبالنسبة للمدرب، والمدرب شاف فريق بنياس في أكثر من مباراة الموسم الماضي والآن متابع للفريق ويشوف قوة نقاط القوة والضعف في فريق بنياس. نعم، إذا تكلم يمكن عن المنافسون المباشرون للشعب في الدوري من وجهة نظر الجهاز الإداري بما أنك أنت كذلك متواجد في الجهاز الإداري، أهم الفرق اللي ممكن الشعب يشوف هذا الفريق منافس له بشكل كبير في الدوري؟ طبعا تتعرف الفرق اللي هي قريبة منك في المستوى مثل دبل الفجيرة اللي صاعدين نحن وياهم لدوري المحترفين، نادي الفجيرة، نادي الشارجة، في أندية كثيرة أنا ما أبغي أذكر أسماء كثيرة لكن الفرق يعني واضحة بالنسبة لنا. نعم بعوف عندك شيء بتقوله؟ بس في سؤال أتفضل. مساك الله بخير أخوي نايف. يسمعك فيصل. يسمعك. هلا هلا كابتن فيصل. يا فيصل مساك الله بخير. بس عندي سؤال بالنسبة لفريق الشعب يعني هذه السنة شو هدفهم خلال بطولة الخليج العربي؟ طبعا الهدف واضح، هدفنا البقاء ولا غير البقاء، يعني ما عندنا هدف ثاني غير ان الفريق يثبت اقدام السنة هذه في دوري المحترفين. يعطيك العافية. جزاك الله خير كابتن فيصل. زين، انا اشكر الكابتن فيصل اليافعي مدير فريق الشعب لكرة القدم على تعاونه وكذلك تواصله معنا. الله يوفقكم إن شاء الله وترجعون بالسلامة ونشوف الكوماندوز اللي متعودين عليه نحن في السابق، اللعب الجميل المميز الروح القتالية اللي نشوفها دائما في الملعب إن شاء الله في هذا الموسم نتمنى يكون موجود. الله يسلمك، مشكور على الاستضافة أخوي أحمد سلطان، وأشكر الكابتن أيمن الرمادي وكابتن عبد الرحمن الحداد، وما أنسى أني أشكر مجلس الشارجة الرياضي على الدعم، والأمين العام سعادة أحمد الفردان على سؤاله دائما يتصل فينا ويسأل ويطمن على الفريق. جميل، شكرا لك. كابتن فيصل بس عفوا ثواني، الكابتن أيمن الرمادي عنده سؤال ربما. لا مش سؤال الحقيقة، أنا عايز أعزي كل أفراد نادي الشعب وعلى رأسهم الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي وكل منتسبين نادي الشعب، ونعزي أنفسنا في اللاعب عبد الرحمن عبد العزيز كان من أفضل لاعبة الدولة، الحقيقة النهاردة عمل حادث أليم الله يحفظه يعني نسأل رب العالمين أن يصبر أهله ويرزقه الفردوس الأعلى، فحبيت بس أن أنا أعزي كل أسرة نادي الشعب. الله يجزي خير إن شاء الله. حسن الله عزاكم كابتن مشكور فيصل. مشكور كابتن، الدوام لله. حقيقة أنا كنت إداري لهذا اللاعب، أفجعني اليوم الخبر، لاعب موهوب الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ويدخل جنات النعيم. آمين إن شاء الله. الله يجزي خير. شكرا كابتن فيصل، شكرا جزيلا، حياك الله. إذا كان معنا عبر الهاتف وكذلك عبر الأقمار الصناعية الكابتن فيصل اليافعي مدير فريق الشعب لكرة القدم، أبرز يعني كلمة قالها، قال نحن اليوم يعني المنافسين لنا من ضمنهم فريق الشارقة. أنا أعتقد الشارقة أيضا بنفس المستوى، لكن يعني الشارقة خبرته أكثر يعني من خلال وجوده في دوري المحترفين، بس كمستوى قال دبل وجيرة والشعب والشارجة بالفعل، يعني الفرق اللي المتأخرة في بطولة المحترفين
الشاهد كانت الفرق المتأخرة، وأعتقد أيضا الفجيرة، وأعتقد دبل الفجيرة. نعم. يعني بالفعل هاي فرق يعني مستواها يعني متقارب الفرق الثلاثة، لكن أعتقد الشعب فريق جديد على البطولة. هو عطلا على الموسم الماضي ليش جديد؟ هو يعني موسم هبط ورجع مره ثانيه موسم، لكن يعني موسم ايضا المستوى، احنا نتكلم يعني حتى لا ما شفنا مستوى الشعب في دوري المحترفين. فانا اعتقد ان سؤالك سؤال جيد، لكن اعتقد ان المستويات كلها بتقارب تقريبا. جميل. كابتن ايمن، عطفا على هو اتكلم ان الشرق عطفا على الموسم السابق، يعني ان اخر اربع اخر ثلاث فرق اخر فرقتين يمكن كانوا الفجيره والشرق اعتقد، وبعدين غير الاثنين اللي هبطوا وبعدين صعد معاه، فهو من حقه ان هو يعتبرها بطوله خاصه مع الفرق دي. لكن على فكره يجوز ان الشرق السنه دي ينتفض انتفاضه الموسم اللي قبل اللي فات ويطلع للمراكز الاولى الرابع مثلا. نعم. وتلاقي فريق تاني مستواه نزل او حصل له دروب، مثلا اي فريق من فرق دبي او من فرق ابو ظبي تلاقيه حصل له دروب، لكن هو بيتكلم عطفا على الموسم السابق فقط. هو احلى شيء انكم تتكلمون نيابه عنه. لان انا على فكره انا دربت الشعب ودربت الشرقه وعارف الخصوصيه اللي ما بين الفرقتين، فعايز بس اروق. اي صحيح، اتلطف الاجواء. جميل. اذا قرر مدرب العين زلاتكو التعامل مع الاصابه التي تعرض لها نجم الفريق الاول بنادي العين ومنتخبنا الوطني عمر عبد الرحمن بحذر شديد. عموري لم يشارك في اللقاء الاخير الذي جمع العين بالهلال السعودي في النمسا، ومن المقرر ان يبدا اليوم بالفعل رحله العلاج الطبيعي باذن الله. يمكن ما ماشي اذا تكلم عن عدم مشاركه عموري في المباراه ومجازفه، هل فعلا تعتبر مجازفه اذا انا مثلا لاعب لو كانت اصابته بسيطه او لا؟ طب وليه؟ انا هو الحقيقه بيتعامل بضمير، لان هي العمليه عمليه المدرب. نعم. في المقام الاول في بعض المدربين ممكن تعطي مثلا للاعب ده علاج مؤقت ويضره بعد كده، لكن هل يحتاج حذر شديد يعني؟ لا يحتاج الحذر، لان هو لاعب بقيمه عموري. نعم. يحتاج الحذر والحذر الشديد، لان عموري من المواهب اللي لازم تحافظ عليها. ده الاتحاد الدولي نفسه اللعيبه الموهوبين حافظ عليهم وخلى وغير في قوانين اللعبه من الطرد والايقافات بسبب العنف، فازاي مدرب الفريق لازم يحافظ عليهم من حقه. انا بصراحه سعيد جدا ان المدرب بيعمل كده، وخلي بالك ان هو بيضحي بجزء من عمله، ان هو ممكن عموري يفيده في مباراه مهمه او مباراه جايه وبيضحي بالجزء ده عشان خاطر مستقبل لاعب، ودي حاجه ممتازه. يعني المجازفه مش كويسه، وخصوصا هو ادرى واحد الاصابه ممكن بدل ما ياخد فتره راحه اسبوع تاخد لها شهور بعد كده. نعم. اذا يتكلم عن يمكن في الفتره هذه تقريبا او في هذا الموسم نشوف اغلب اللاعبين اصابتهم في المعسكرات، يعني العكس نحن دائما نشوف الاصابه تكون يعني غالبا في بدايه الموسم او في نصف الموسم، لكن هذا وهذه المعسكرات ربما اختلفت، نشوف الاصابات زادت لبعض اللاعبين من خلال تجهيزهم. صحيح. عارف ايه السبب يا كابتن احمد؟ الاحتراف، يعني عدم احترافي او عدم العقليه الاحترافيه اللي فيها، ازاي يعمل ريكفر، ازاي اللاعب يعمل استشفاء لنفسه، ازاي ياخد فتره راحه حقيقيه. هم كانوا مشغولين في دورات رمضان. انا برافو عليك، هي دي المشكله. ما اتكلمش على عموري طبعا، لا مش على العموم، بعض اللاعبين. انا عايز اللاعب لما ياخد اسبوعين راحه ياخدهم اسبوعين راحه فيهم بعد تام عن كره القدم، لان جسم الانسان هو بشر مش اله شغاله. لما يتقال له يشتغل مثلا فردي اللي هو العمل الانديفيديوال، يشتغلوا بدون مدرب وبدون نادي، يشتغلوا بجديه. نعم. فهي الحقيقه اللاعب هو الاساس اللي هو يقدر يحافظ على نفسه. انا لعب معايا الحقيقه لاعب اسباني، وكنا انا وهو قاعدين في اوتيل واحد، يا كابتن لو صحيت الساعه 7 او 6 رحت الفطار لازم تلاقي صاحي من الساعه 9 ونص 10 صاحي، عشان كده لعب لحد ما عمره بقى 35 سنه بيحافظ على نفسه حفاظ تام. فدي مسؤوليه اللاعب، ولازم وبهمس في اذان اللعيبه الاماراتيه انتوا اصبحتوا محترفين، انتبه فترات الراحه مهمه زي فترات العمل، ويمكن اهم فترات الراحه تبقى راحه حقيقيه، ما بقاش فتره راحه مثلا وبنام الساعه 6 الصبح تبقى مش راحه. نعم. ابو عوف عندك تعليق على هذا الموضوع؟ بالفعل يعني فترات الراحه المفروض تكون يعني ايجابيه بالنسبه للاعب، مثل ما قال اسبوعين اسبوع شهر
يعني ترتاح فيهم بدون اي مجهود، بما ان عندك حتى وقت كافي، يعني انت ممكن شهرين تقريبا بترجع بتبدا، يعني حتى لو تبدا من الصفر لكن بتبدا بشكل مريح وافضل بالنسبه للمدرب، لان المدرب دائما يبدا الاعداد بشكل تدريجي ما يبدا بشكل قوي. الاصابات دائما تجي من اللاعب نفسه، اذا كان لاعب عقليه اللاعب يعني تساعده انه يعني يجهز نفسه بشكل جيد من خلال في المعسكر، اعتقد انك ممكن تساعده. لكن اذا هو اللاعب ما ساعد نفسه، فاعتقد في امور يعني بتكون خارج 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 اطار الـ الـ يعني الفريق، لان يعني الفريق عنده ايضا نظام معين، اللاعب ايضا عنده ايضا نظام معين بالنسبه له، نظام شخصي بالنسبه له، فاذا ما حافظ على نفسه اعتقد انه بيضر نفسه وبيضر الفريق. جميل. اذا تكلم يمكن عن عموري بالتحديد، عمر عبد الرحمن ابو عوف هو اكثر مورد كان للمهاجمين في فريق العين، اليوم ذهاب جيان، نشوف كذلك النيجيري الجديد اومونيكي بديل له، وكذا بديل لجيان، وكذلك عندنا الهولندي بابل بديل ستوتش. كيف ممكن ينسجم هو غايب عن بعض المباريات في المعسكر؟ يعني شوف عموري طبعا لاعب موهوب ولاعب ايضا عنده عقليه فنيه يعني غير يعني طبيعيه من خلال السنوات الاخيره اللي شاهدناها فيها. يعني عموري كان يغيب عن المنتخبات بشكل يعني بشكل كبير يعني، ويرجع في مباريات رسميه ويكون افضل لاعب في الفريق. فأعتقد عموري لاعب ذكي ولاعب مهم جدا ويقدر يحافظ على نفسه، لكن الإصابات طبعا من كثر مشاركاته، من كثر أيضا الضغط عليه من خلال المباريات سواء من اللاعبين أو أيضا ضغوطات يعني الأجواء بشكل عام. أعتقد عموري يعني أيضا من اللاعبين طبعا مثل ما قلت لك مهمين جدا، ومهم بالنسبة لمنتخبنا الوطني وأيضا مهم لفريق العين. جميل. ربما الحدث الأبرز خلال بداية الميركاتو الصيفي هو خبر عودة المدرب البرازيلي المحنك أبل براغا إلى بيته الأصلي لقيادة الدفة الفنية لفريق الجزيرة. عبارة أهلا بعودة براغا كانت في استقبال الجميع مع تقديم المدرب العائد. ماذا يعني براغا للجزيرة؟ نتابع التقرير. وأخيرا عاد أبل براغا إلى دوري المحترفين الإماراتي بعد 4 مواسم من الشد والجذب والمفاوضات المضنية التي لم يكتب لها النجاح، سواء مع نادي الجزيرة أو بقية الأسماء الكبيرة في دوري الخليج العربي. عاد براغا إلى منزله الأول الذي ارتبط اسمه بإنجازاته وعاش معه صناعة التاريخ الحديث للكرة الجزراوية، حين توج معه بلقب دوري المحترفين وكأس رئيس الدولة، ألقاب وضعت الرجل في ذاكرة فخر العاصمة وجعلت منه الأسطورة التي ينبغي استرجاعها بأي ثمن. عودة الرجل الحديدي ذو الشخصية الصارمة لقيادة الدفة الفنية لنادي الجزيرة كان الخيار الوحيد المتاح أمام مجلس الإدارة بعد طول فترة الغياب عن منصات التتويج. خيار من الطبيعي أن يكون باهظ التكاليف من حيث قيمته المالية التي لم يعلن عنها نتيجة الطلب على خدمات المدرب، سواء من أندية محلية أو خليجية وأخرى برازيلية. أبل براغا من حيث الفكر التدريبي فهو المدرب الوحيد الذي تمكن من صناعة شخصية واضحة المعالم لفريق الجزيرة خلال المواسم الثلاثة التي قاد فيها الفريق، الذي تحول إلى رقم صعب في مواجهات القمة مع أندية العاصمة كالعين والوحدة أو أهلي دبي المرشح الاعتيادي للمنافسة على جميع الألقاب. المعطيات المتوفرة للعجوز البرازيلي لتقديم نسخة جديدة من فريق الجزيرة لا تقل من حيث الإمكانيات عن معطيات الفترة الأولى، فهل سيكون العود أحمد بالنسبة لبراغا الجزيرة، أم أن مصيره سيكون كمصير من سبقه من الأسماء التي تولت مسؤولية أحد أصعب الفرق الإماراتية وأكثرها تمرسا في المنافسة؟ في فترة قبل الموسم الحديث مش فقط عن اللاعبين وحتى عن المدربين وأبرزهم كذلك أبل براغا، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الكابتن القدير ولاعب منتخبنا ونادي الخليج والجزيرة سابقا والناقد الرياضي مبارك غانم. حياك الله يا أبو مبارك. سلطان طول عمرك، خليك يا رب، خلي ضيوف الكرام
المتواجدين معك سواء الكابتن ايمن او الكابتن عبد الرحمن زميل وكل زملائنا، ويشرفني تواجدي معك والله طول. الله يسلمك ان شاء الله. عوده المدرب ابل براغا بعد غياب 4 سنوات قضاها في الدوري البرازيلي كانت الحدث الابرز بالنسبه لفريق الجزيره. صحيح، وجهه نظري طبعا استدعوني ما تبعتكم في البرنامج كوني في السياره، ولكن يعطيك العافيه عشان الله يسرينا بقولكم بقول كبات الكبار الموجودين الله يطول عمرك. ولكن يعني صحيح اذا حسب ما ذكرت بان وجود براغا في هذه المرحله من عمر الدوري تمثل منعطف مميز بالنسبه لبراغا لفريق الجزيره. وجهه نظري الشخصيه انا ما يصير انتباهي في هذا الموضوع عوده براغا، لازم نعرف تماما بان براغا مدرب ذكي جدا ويتعامل مع مواقف موضوعيه ويبحث عن ما هو الافضل. طبيعه الحال اذا رجعنا سلطان الى 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 الى, إلى سجل نادي الجزيره على المستوى على المستوى التاريخي، قال انه هو شحيح، ولكن على مستوى الحضور الاخير خاصه بعد دوري المحترفين او افتتاح دوري المحترفين من 2008 حضور مميز على مستوى الاستقطابات على مستوى النتائج على مستوى الحضور الفني واختيارات العناصر المميزة، عفوا على تواجد القمم تدير هذه المؤسسة بأفكار رياضية مميزة. أعتقد سواء من الناحية الفنية أو الناحية المادية والدعم المادي والدعم الفني على مستوى اللاعبين اللي هم الأصحاب اليد الطويلة في الملعب، أعتقد واضحة من خلال المشاركات اللي قاموا فيها ومن خلال النتائج. ونجد براغا لا يمكن سلطان ما يميز الان براغا انه رجل ذكي جدا ويعرف يختار التايم ويتعامل مع من. اليوم براغا اليوم يمكن في سنه 2008 في اول دوري احتراف قبل براغا حصل على المركز الثاني، حصل على استمراريه الفريق من 2005. نعم 2005 الفريق في المراحل الاولى من التقدم. احنا دائما نحط المقاييس على المواسم الثلاث ونقيم فريق، نقول في 2008 المركز الثاني بعد الاهلي لافتتاح يد المحترفين، 2009 المركز الثاني بعد الوحده، نتاج الثمار الاخير 2011 او 2010 الحصول على الدور العام او الثنائيه الدور العام والكاس. ما يميز براغا في المرحله هاي في المرحله السنتين الاوليين انه قدر يتعامل بالشخصيه القوريه وقدرته الفنيه في اداره هذه الكوكبه. هي مدرب ايش؟ مثل ما ذكر مغربي، مدرب عباره عن كاريزما، مدرب لا كاريزما، قام بهذه الاعمال سواء على المستوى الميداني والمستوى الاكاديمي، يملك شخصيه يقدر يدير هذا المجموع بيفكر وبحسب قدرات الفريق، قدر من خلال هذه المرحله اختيار العناصر المؤثره مع النادي القوي اللي يملك بزمام الامور ما كيف يحصل هذا اللاعبين بقدراته الماليه والشخصيه واداره المال بالنسبه لما يدير هذا النادي. انا اعتقد براغا جاء في المرحله الاخيره الان وهو قريب من النادي من خلال اعين يعرف شو عيوب النادي، النادي الان واول خطوه قام بها براغا عطفا على ما حصل في الدوري. اسمحوا لي انا يمكن استرسلت، اسمح لي بسلطان خذ راحتك. عطفا على ما يدور والفريق، ولو اعطى راينا بعدها براغا ب 2008 الرابع الجزيره، الثالث ب 2012، الثالث في 2013، الثالث في 2014، ثم الثاني في المرحله الاخيره. إذا هي منافس من ضمن الفرق الاربعه في المربع الذهبي. ترجع تقول الان براغا اول خطوه عملها ايش؟ قام بعمل قلب من يعملون الفارق على فافان على سبيل المثال، ميركوفيتش استكمال لدوره في الدور الان الاخير الان، بجانب الى استقطاب الكابتن تياغو نيفيس من النادي الاهلي العام الفارق على المستوى الدعم الهجومي. اذا الدعم الهجومي مؤكد بجانب انه كان قوي هجوميا في الموسم السابق، ويرى من خلال اعينه ومتابعه الفريق عيوب الفريق، استقطب منها الكابتن فارس جمعه على سبيل المثال الان كعنصر قوي في الافرج في التوب افرج الايج اللي هو في العطاء من الساحه القوى البدنيه والفكريه والخبره الميدانيه بالنسبه لفارس. وجود بشير السعيد بغض النظر مع وجود شباب من ناحيه الاطراف ممكن يعملون الفارق سواء على المستوى بجانب اللي هو علي مبخوت، بجانب اللي هو اسماعيل ربيع، بجانب احمد ربيع، بجانب مجموعه من اللاعبين يمثلون عمود فقري او عمود للمنتخب الوطني او المنتخب الرديف بالنسبه للمنتخبات الوطنيه. نعم. اعتقد اليوم طموح نادي الجزيره مع 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 الكابتن براغا كبير، عطفا على الاستقطابات، عطفا على طموح النادي، عطفا على ما يريد ان يعمل الفريق، عطفا على المنافسين. اعتقد براغا مدرب جيد وذكي ويعرف يختار التايم ويختار كيف يتعامل مع النادي.
جميل. اعتقد اجى في التايم نعم ذكي جدا، يعني كان ممكن هي مرحله سابقه اذا قسناه بالمدربين السابقين ما اخذوا حقهم الوافي، يعني قريت السنه تجي حق ماركو اللي قبله، تجي حق جونيور، تجي حق مدرب نادي الشارقه الحالي اللي هو الكابتن ما يحضرني اسمه، مدرب الشارقه بوناميغو اللي هو حاليا طبعا مدرب الشارقه. اي نعم، مرحله انتقاليه لم ياخذوا حقهم كامل، بجانب انه كابتن براقه حقه كامل سواء في اول سنتين او خلال قبل حضوره. نعم. اتصالات على النادي. انا اريد كذا كابتن مبارك، بس عفوا انا اتمنى تبقى معنا، اتمنى تبقى معنا كابتن ايمن، يمكن في حديث الكابتن القدير مبارك غانم ذكر كذلك ان هذا المدرب يمتلك ذكاء كبير وعارف فريق الجزيره من حيث اللاعبين، وكذلك وجوده كذا يعني في استقطاب بعض اللاعبين اللي تم على يمكن من اختياره شخصيا. انا بتفق مع كابتن مبارك، بيملك كاريزما عاليه جدا، مدرب قوي جدا، لكن لا يشفع له عمله السابق، لان هو دلوقتي قدامه مساله لازم يحلها، ان الجزيره بيعاني من الناحيه الدفاعيه، والناحيه الدفاعيه مش افراد، الناحيه الدفاعيه سيستم لعب منظومه. فهو هل هو دلوقتي قدراته العاليه دي والكاريزما هتسمح له؟ ما هو عنده حل من اتنين، يخلق سيستم قوي جدا لا يخترق دفاعيا زي ما شفنا الجزيره بيهدف فيها في كل المباريات، او يخلق افراد اقوياء جدا بدون سيستم قوي دفاعي. وانا اعتقد ان الطريق الاول هو الافضل، لان العالم كله منتهجه، ان هو يبقى عنده سيستم قوي جدا لما يخسر الكوره يكون سيستم براجه مفروض على اللعيبه من اول. النهارده بنشوف ميسي بيدافع وبيضغط بمنتهى القوه والجديه، فهل هو بعد عودته بقوه شخصيته هيفرض سيستم صارم عند فقد الكوره قوي، ولا هو هيعتمد على افراد في الحاله الدفاعيه، فبالتالي لازم يستقطب افراد حيويين جدا، وان كان المردود النظام الثاني اللي هو الافراد ما بيكونش بقوه السيستم بتاع الفريق ككل. نظام براغا مش غريب على الجزيره، ولا نظام الجزيره غريب على براغا. براغا في الجزء الاولاني كان مدرب هجومي جدا بيلعب كوره جيده، لكن عليه ان يعلم ان في الفتره الاولانيه كانت اول سنه في المحترفين وثاني سنه وثالث سنه، اصبح بعد كده وجود واحد زي جيان في العين لما جه، مهاجم زي جرافيتي، الفرق الثانيه اصبح حتى الفرق الصغيره اصبح سهل تهدف في الفرق المنافسه. فهل براجا هيضيف لنفسه مجد جديد بان هو بالاضافه لعمله الهجومي اللي كان مميز في الفتره الاولانيه ان هو يبقى عنده سيستم دفاعي قوي؟ يعني مدرسه كبيره جدا من المدربين زي مورينيو، زي الناس اللي هم بيعرفوا يعملوا سيستم صارم. النجاح بتاع براجا دي اللي هتاثر فيها، هل براجا هينجح في ان هو هيعمل سيستم قوي جدا ودفاع فريق لأسلوب، ولا هيفضل ينتهج فقط الناحية الهجومية؟ ده اللي هيجاوب عليه الأيام في الفترة الجاية. بعوف براغا والمدرب اللي دائما يمكن يذكرونه الشارع الرياضي الإماراتي وبالتحديد جمهور فريق الجزيرة. أعتقد كابتن أبو عامر أعتقد وفى بالنسبة لبراغا وعطى الشيء اللي هو شافه، يعني أعتقد أبو عامر كان مع براغا فترة طويلة وأعطانا الأسباب اللي يعني خلى براغا ينجح مع فريق الجزيرة. لكن مثل ما تفضل أيضا الكابتن أن حاليا الوضع اختلف، فريق الجزيرة يعاني، يعني فريق الجزيرة من أفضل الفرق الموسم الماضي، لكن يجب على براغا طبعا أن يحدد المشكلة الرئيسية في فريق الجزيرة، وكانت واضحة بالنسبة للجميع في دوري المحترفين السنة الماضية، وهي الأسلوب الدفاعي اللي كان يلعب في فريق الجزيرة. لكن من ناحية هجومية كل المدربين اللي هم فريق الجزيرة يتفاخرون باللعب الهجومي مع فريق الجزيرة، بوجود المجموعة الجميلة في فريق الجزيرة، وخاصة علي مبقوت المهاجم منتخب الوطني، وحتى على مستوى المحترفين كذلك دائما يعني المدرب ياخذ راحته في الطريقة الهجومية. أبو عوف لاحظنا احنا السنة الماضية لاحظنا فريق الجزيرة يلعب بشكل هجومي بلعب مفتوح يسجل، لكن برغم ذلك يسجلون عليه بسبب الطريقة الغير جيدة في الطريقة الدفاعية الغير جيدة. جميل.
في حاجة بس مهمة بس نقطة أطلع. أنا بس أذهب للكابتن مبارك غانم وناخذ كلمة أخيرة كابتن مبارك قبل أن نختم المكالمة معك. العين ورأسي. أنا أشكر الأخوان في الطرح، طبعا كلهم صحيح وكلهم مميزين في طرح حلو كابتن أيمن كان عبد الرحمن أنت كذلك. نعم. طويل العمر. شوف نحن دائما نقول أن الأدوات هي أصحابة القرار. أنا أعتقد يعني اليوم اختيارات اللعيب العناصر براغا، انا اول ما قد يضد براغا في اول سنتين لان جميع الامكانيات سخرت لبراغا، عطفا على مثل ما ذكر كابتن ايمن الرمادي في وجود اجيال مجموعه بعض يعني الفتره اللي فاتت كان متصيد فيها يعني طاف المنافسه بقول متصيد منافس قوي على كل البطولات الجزيره، الفتره ذيك كان عمل عده استقطابات مثاليه على مستوى الافراد، فلذلك الافراد اللي عملت الفارق وجود براغا مع هذه المجموعة من الكوكبة وكيف إدارتهم عملت الفارق في بطولتين وثم خاب الفريق. أنا أعتقد اليوم إدارة الفريق صحيح، المجموعة هي منتخرة سواء في ساحة التكوين خاصة في حالة فقدان الكرة، سواء التكوين سواء رجع الفريق للتكوين التمثيل الفريق كيف يبغى تبريس فريق كيف التعامل الفريق نظيف كفريق وقدره كفريق في إدارة في استخلاص الكرة أو في 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 خلق او تطويل هجمه، هذه قيمه المدرب، ولكن من اصحاب القرار اللاعبين؟ انا اعتقد براغا. نعم كابتن مبارك. زين قطع الاتصال، شكرا كابتن مبارك غانم جزاك الله خير على هذا التواصل. بعوف عندك نقطه تبغي تقولها؟ بس فقط يعني مثل ما قلنا احنا براغا مفتاح العمل بالنسبه لبراغا تحديد المشكله الرئيسيه في فريق الجزيرة واللي هي التنظيم الدفاعي بالنسبة لجنة وجود فارس كذلك من الإضافة أكيد يعني اللاعبين اللي في فريق الجزيرة أعتقد يعني يعطون إضافة جيدة بالنسبة لفريق الجزيرة خاصة بشير فارس، لكن يحتاجون أيضا إلى تنظيم وفكر المدرب اللي يعني يقدر يسخر إمكانياتهم في خدمة الفريق. جميل بإجازة كابتن أيمن كانت عندك سريعا مركز الارتكاز هو من اهم المراكز اللي موجوده في الفريق، ايام براغا كان عنده اثنين تقال جدا عبد السلام جمعه وهلال سعيد، ودول اي فريق عايز يبقى دفاعيا كويس لازم عنده. لو انت لاحظت بعد ميكاليلي الريال بعد ميكاليلي ضاع سنين ضايع، فما ننساش ان في الوقت اللي كان فيه براغا كان فيه اثنين ارتكاز هم الاقوى في دوله الامارات لحد الان. حتى لا انسى كابتن خميس معي موجود الحين. خميس طبعا ممتاز، لكن عايز اقول ان التانيين كانوا خبراتهم ودفاعهم الوضع كان مختلف في الفتره السابقه. اذا الى اخر اخبار الميركاتو، وفيها انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صوره لجماهير فنر بخشة التركي ترفع لافتات تشيد فيها بلاعبهم السابق ومهاجم العين الحالي النيجيري ومونيكي، وكذلك وفقا لصحيفه ريكورد البرتغاليه الوصل يطلب ضم لاعب خط وسط نادي بنفيكا البرتغالي روبن أوماريم الذي ينافسه كذلك عليه نادي أورلاندو سيتي الأمريكي. شغل قرار كذلك الفني لنادي شارقة بعودة 7 لاعبين، طبعا هذا حيز كبير يمكن في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من الجماهير. تأجيل خليجي 23 إلى ديسمبر 2016 قرار قد يتسبب في تأجيل انطلاق الدوري الخليجي العربي إلى سبتمبر المقبل، ويرجع قرار التأجيل بسبب عدم جاهزية المنشآت الرياضية في الكويت بعد فشل صفقة المالي مايغا. نادي الإمارات يفاوض مهاجما كولومبيا ليكون البديل المحتمل بالنسبة للفريق خلال الصيف الحالي. كابتن عبد الرحمن الحداد أنا أشكرك جزيل الشكر على تواجدك، الكابتن القدير أيمن الرمادي شكرا جزيلا لحضورك، ونلتقي إن شاء الله دائما إن شاء الله بإذن الله. أشكرك جدا. الله يسلمك. إذن أحبائي الكرام الشكر موصول لكم لحسن المتابعة، نلتقي بإذن الله في حلقات أخرى من برنامجكم ميركاتو.